السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشرح مع بعض ازاي تقدر تربط الموقع بتاعك بأدوات مشرف المواقع، وده مهم جدا 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 علشان تخلي الموقع بتاعك يظهر فيه محرك بحث جوجل، واي حد يقدر يبحث عن اي مقالة انت تكتبها على طول بتظهر معاه في محرك البحث. يلا بينا نبدأ الفيديو، مش هطول عليه. الفيديو ده هنقول ازاي تقدر تربط الموقع بتاعك بادوات مشرف المواقع بحيث ان هو يظهر على محركات بحث جوجل. اول حاجه هنا عندك بتروح عندك على المدونه وتبدا تنسخ رابط المدونه بتاعتك اللي هو دومين دوت كوم او دوت بلوج سبوت، سواء كان دومين مجاني او دومين فرعي. دلوقتي بيقولك هنا النطاق وهنا بديئه العنوان، انت بتضيفها بس في النطاق وتقول له ايه، تنزل تحت كده شويه وتضغط على كلمه متابعه. لو ما نفعش معاك وحصل لك اي مشاكل تقدر تستخدم الجهه الثانيه، لان في مواقع بتقدر تستخدم الجهه الاولانيه اللي هي المواقع العاديه اليو ار ال، ومواقع اللي هي المتابعه. المهم دلوقتي بتضغط على، يقول لك تبقى ملكيه الموقع المثبته، بتضغط على السجل السينيم، بتقول له هنا انتقال الى الموقع. هتنتظر كده شويه لحد ما الموقع يبدا يتضاف معاك هنا على ادوات مشرفي المواقع. وبعد ما يجي يظهر معاك بالشكل ده كده، المطلوب مننا ان احنا نعمل تاكيد للموقع بتاعنا. تضغط على كلمه الاعدادات وتثبت الملكيه بس ضغطة واحدة كده عليها، تنزل تحت كده شوية عند العلامات الوصفية دي ضغطة واحدة كده وتقول له هنا كلمة نسخ اللي قدامك دي عشان تنسخ الميتا تاج. قال لك هنا تم نسخ الحافظة بنجاح، تمام. تروح عندك على الموقع بتاعك تضغط على المظهر، بعد كده بتنتظر لحد ما تظهر صفحة الـ HTML من خلال كلمة التخصيص دي ضغطة واحدة كده، وتستنى لحد ما الموقع يفتح معاك. بتروح على الأكواد اللي فيها الميتا وتضيف الميتا بتاعتك وبتعمل مساحة كده علشان يبدأ شكلها يبقى موثق، وتضغط على كلمة حفظ. وبكده أنت قدرت تثبت ملكية الموقع بتاعتك بعد ما يعمل المعالجة، وبالتالي هيقول لك هنا تم التحديث بنجاح، تمام. مش عايزين كده حاجة تانية، خلاص بترجع تاني لأدوات مشرف المواقع، بتضغط على كلمة تأكيد اللي قدامك دي وبيقول لك جاري التأكيد وقال لك تم التحقق بنجاح لو في علامة الـ HTML مش مثبتة معاك. دلوقتي أنت الموقع ده أو الأدوات مشرف المواقع بيقدر يخلي الموقع بتاعك يظهر في محركات البحث على جوجل. كده أنا شرح انتهى إزاي تقدر تربط المدونة بتاعتك أو الموقع بتاعك بأدوات مشرف المواقع، وإن شاء الله المرة الجاية هقول لك إزاي تقدر تنشأ سايت ماب احترافي بحيث إن الموقع بتاعك يقدر يتصدر نتائج البحث الأولى في خلال كتابة المقالات. واشوفكم في حلقة جديدة، يا ريت ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. مع السلامة.